نلتقي لنحتفي بأولى دفعات هذه الجامعة وأولى ثمراتها محراب من محاريب العلم وهو المعهد العالي للعلوم. هذه الكوكبة من أبنائنا الطلبة مثال الطلبة المجدين المرصعين بدماثة الخلق وطيب الفضائل. الشيخ بن باديس كان يسمي الخريجين نجوم الجزائر. هنيئا لنجوم ونجمات الجزائر. نحييكم على كل مجهود اللي قمتم بهم لنتمكن اليوم من رؤية الدفعة أولى، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد من الدفعات. الموضوع ليس موضوع معهد أو مؤسسة أو تعليم فقط، وإنما هو موضوع مصير أمة، مصير أمة. وهذه النخبة التي نرجو أن تكون في المستقبل القريب من إطارات الأمة ومن المسؤولين الساميين في الدولة ومن الفاعلين الأساسيين في مختلف مفاصل المجتمع، نريد منهم أن يكونوا أفضل منا. إن شاء الله يكون هؤلاء الطلبة هم النشأ الذين سيرفعون اسم الجزائر وعلم الجزائر في كل مكان بإذن الله. نهني الطاقم المشرف والمسير لهذه الجامعة الخاصة، أظن الأولى من نوعها في القطر الجزائري. C'est vraiment impressionnant. Cet événement est très bien organisé et j'apprécie beaucoup le discours de plusieurs représentants, nos professeurs. الله غير حتى الدمعة حبطت لي، هاني فرحانة بالبزاف، ما نقدرش نعبر لك الفرحة تاعي كي بنتي لحقت لهذا النهائي. نشكر ربي سبحانه ونشكر والديا بيان سور، ونشكر كامل اللي ساهموا باش لحقونا لهاد البلاصة. كانت اكسبيريونس بزاف بزاف هايلة. It was so beautiful, we learned a lot and thank you so much. الحمد لله، أولا وقبل كل شيء كان شعور رائع، خاصة رؤية فرحة الوالدين. رانا فوق السحاب من كثرة السعادة والرضا. نتمنى أنهم يكملوا في نفس المسار اللي هي الرؤية تاع الجامعة تاعنا، أن خدمة الوطن، خدمة المجتمع الجزائري. والطلبة الجدد إن شاء الله نتمنى لهم أن يكونوا أصحاب رسالة. On leur souhaite plein succès et النجاح إن شاء الله pour le reste de leur carrière. Le trésor de l'Algérie n'est pas le pétrole. On n'a pas besoin de creuser à 2000 mètres pour le trouver. Il est en surface, c'est la jeunesse algérienne.